احد الاخوه السؤال الاول من الطلبه الذين يحضرون كما يقول هو منذ عده سنوات يرجو من الاخوه ان يدعو الله له بالنجاح، نسال الله تعالى له ولسائر الاخوه النجاح ان شاء الله. كيف بماذا تنصحون الشباب المسلم بالصمود امام الفتن التي يعرفها مجتمعنا خصوصا فتنة النساء والفتيات؟ طبعا ان النصح في هذا لا يكون كلمة، ماشي تقول الانسان، الانسان ليس جهازا تريق له حاجة مش، لا، ان الانسان فيه حالات شعورية يتعرض لها واحساسات متعددة، فحتى يبقى قادرا على ان يواجه كل انواع الاغراء عليه ان يبقى دائما على تدين صحيح، ويبقى على صلة جيدة بالقرآن وبالسنة وبالمسلمين، ويبقى هو في نفسه محافظا على الإيمان. إن محافظة الإنسان على الإيمان في الحقيقة ورعايته لنفسه ومتابعته لتربية نفسه بنفسه وحرصه على أداء العبادات في أوقاتها وما إلى ذلك، كل هذا مما يكون في الإنسان قدرة على مقاومة أنواع الفتن والإغراءات. والإغراءات كثيرة، مش اللي إغراءات النساء ربما أو الفتن ربما تنتهي بالزواج أو كذا، لكن هناك إغراءات كثيرة بالمال وبالمنصب وبأشياء وأشياء كثيرة. ربما بعض المرات تجدون أن الناس يكونون في حالة يعرفون بأنهم مسلمون متدينون، تأتي عليه بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين مواقف يجبروا نفوسهم مشاو شاركوا في إثم أو في تزوير أو في تضليل وما إلى ذلك. فالإنسان يجتهد في هذا الأمر ويسأل دائما إن شاء الله له لنفسه ولإخوانه الثبات على الأمر كله.